الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثالث في الرقية. أخبرنا أولا عن الأعراض التي تدل أن الإنسان مصاب بالسحر والجن والعين، وهي أربعة أعراض: التعطيلات في الحياة، مشاكل صحية غير عادية، حالات نفسية غير عادية، ومنامات مزعجة. وفي الحلقة الثانية بينا كيف يعالج الإنسان نفسه، وانتهينا من هذا الموضوع وذكرت لكم ثلاثة حلول: إما أن يعالج الإنسان نفسه، أو أن يأتي عندنا للعلاج في مراكز الرقية. فإضافة إلى ما ذكرنا نستعمل آيات أخرى كثيرة من القرآن، ومواد أخرى نقرأ عليها القرآن، وطريقة الحجامة. فالحجامة السنة يعني عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي من الطب الصيني، وهي تزيل يعني تطهر الدم من الخبائث التي فيه، ولكن مع قراءة الرقية تخرج كذلك السحر والجن من جسم الإنسان، ثم كذلك طريقة خطف الجن، وسنعود إليها بعد حين. والحل الثالث هو التكوين، وهذا مقصودنا في كل مكان. فالتكوين مجانا في كل مراكزنا ومفتوح لكل من يريد، وكذلك عملنا ليس فيه أي سر، بل كل ما نفعله نريكم ونعلمكم حتى تتمكنوا منه. هذه هي الحلول. النقطة التي بعدها الآن هي نقطة الجن. الله تبارك وتعالى فضل الإنسان على الجن، لأن الله تعالى يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. بينما كان الجن في الأرض قبل الإنسان، فخليفة الله هو الإنسان وليس الجن. وكذلك لما خلق الله تعالى آدم أمر إبليس أن يسجد لآدم، ولم يأمر آدم أن يسجد لإبليس. وكذلك كل الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى هم من الإنس، لم يكن أبدا نبي من الجن. فأنبياء البشر كانوا أنبياء للإنس والجن، ولهذا الله تعالى فضل الإنسان على الجن. ولا ينبغي للإنسان أن يعبد الجن أو يظن أنهم قادرون، عندهم قدرات يعني تفوق قدراتنا، أو أن نخافهم، أو أن نستعين بهم، أو يعني أن نضحي لهم، أو أن نعتقد أننا نحتاج إلى حمايتهم. فكل هذا خطأ. والواقع أن الجن لو اعتدى على الإنسان بأي شكل من الأشكال فيمكن للإنسان أن يتغلب عليه، وكذلك أن يقتله. وسأبين لكم خمس كيفيات للتغلب على الجن. فالكيفية الأولى في المنام. أكثر الأحيان يهاجم الجن على الإنسان في المنام، فتنام وترى في المنام من يهاجمك من البشر أو من الجنود أو من الحيوانات، من الأفعى أو الكلب أو الثور أو أي شيء. فلو تتفكر في المنام أن تقول بسم الله الله أكبر أو تقرأ القرآن فسيحبس ويفر. فماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تمسكه، تقبض عليه أولا، ثم تقرأ آية الكرسي. وإن لم تعرف آية الكرسي فمهما قرأت من القرآن فتقرأ حتى يموت. فإن مات في المنام فقد مات حقيقة وانتهى أمره. وكيف يمكن أن تتفكر في المنام أن تمسكه وتقرأ عليه؟ فعليك أن تتهيأ قبل النوم. فإذا كانت لك مثل هذه المنامات المفزعة فقبل النوم تتهيأ، تقرأ كل الأذكار التي تقرأها، ثم تضيف هذه الآية: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. سورة البقرة الآية 148، تكررها ما استطعت من 20-30 مرة إلى 100 مرة،
ثم تطلب من الله تبارك وتعالى أن يأتيك بهذا الجن الذي يؤذيك في منامك وأن يقويك عليه ويغلبك عليه، وتنام بالغضب حتى تقضي عليه، ولما تراه على الفور تمسكه وتقرأ حتى يموت. وإن كان غيرك مصاب، مثل لو كانت أمك تسمع أصوات يعني تقلقها، أو زوجتك يعني ترى يعني من يجامعها في المنام، أو ابنك يصيح في الليل، فيمكنك أنت أن تقرأ هذه الآية وتطلب من الله أن يحذر جنه في منامك، فتمسكه وتقتله وسيستريح المصاب. وكذلك البشرى في هذا أنه لو جاء في المنام الساحر الإنسان بنفسه، فلو تضربه أو تقتله فسيتكسر سحره ويعود عليه، ويقع له شيء بإذن الله تبارك وتعالى حتى يتركك. وسأقص لكم بعض الأمثلة لهذا. فكانت فتاة إحدى جداتها كانت تعمل لها السحر، فجاءت العجوز في منامها بسكين حتى تطعنها، فالفتاة فكت منها السكين وطعنتها، فقامت العجوز في الصباح تتقيأ الدم 3 أيام ثم ماتت، فهكذا رجع سحرها عليها. وعندنا قصص كثيرة مع مرضانا في هذا الباب. منهم واحد جاء للعلاج، كان وثنيا وترك الأوثان ولم يدخل في الإسلام ولا في النصرانية، فقال لي أنه رأى في المنام ثورا يهاجمه، فهرب حتى اختفى وراء الشجرة، فمر الثور فإذا به رأس ثور وجسم إنسان، فلما رآه جسم إنسان عرقله برجله، فسقط ذلك الشخص وسقط منه رأس الثور ورأى الإنسان الذي يعمل له السحر، فأخذ رأس الثور وجعله على رأسه وجعل يطارده، ففر الآخر حتى دخل إلى بيت، وفي ساحة البيت رأى كل سحرة القرية وهم يقولون له: وهل ضربته؟ وهل تمكنت منه؟ وهم لم يفهموا أنه الآن هو الذي يفر من الآخر. فانظروا كيف هذا، يعني ليس مسلم ولا ليس له دين ولا أي دين، ولكن لما هاجموه يعني دافع عن نفسه واجتهد حتى أرجع السحر إلى من أرسله. يعني أن السحر والشياطين يعني الإنسان يمكن يتغلب عليهم ولو بدون إيمان، لأن الإنسان بطبعه أقوى من الجن، والله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والساحر قدرته يعني جزء من قدرة الشيطان. ولكن إذا كنت مؤمن وتصلي وتقرأ القرآن فمن باب أولى، يمكنك أن تغلبهم. ولهذا أنصح جميع إخواني وأخواتي وكل إنسان، لو علمت أن أحدا سحرك ولو لم تعلم من هو، ولكن هذا الأمر ليس فيه سماح، ليس فيه عفو، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، بل عليك أن تحاربه. فقاتلوا أولياء الشيطان، ومن يعني من يستحق هذا اللقب أن يكون من أولياء الشيطان أكثر من الساحر وممن يطلب منه السحر، فعليك أن تحاربهم. فلو علمت أن من فعل لك السحر ولو لم تعلم من هو، وليس في الإسلام طريقة حتى نعرف من هو، ولو مثلا في الرقية تكلم الجن وقال: أرسلني فلان أو فلانة، فقد يكون صحيح وقد يكون خطأ. ولو رأى المريض في المنام من يعمل له السحر، فقد يكون هو وقد لا يكون. فلا توجد طريقة لتعيين الساحر، وأنا أنصح كل الرقاة أن يتركوا هذا الكلام وأن لا يعينوا الساحر، ولو حتى تكلم الجن بنفسه وقال: أرسلتني فلانة، فنقول للمريض أنه قد يكون صحيح وقد يكون ليس صحيح، فلا نعتمد على هذا الكلام. يعني ففي الإسلام لو اتهمنا أحدا بالسحر واشتكى بنا إلى القاضي وجئنا نقول: نعم هكذا قال الجن أو هكذا رأيت في المنام، فنصبح يعني نحن الغلطانين. ف
إذا علمت أن أحدا عمل لك السحر ولو لم تدري من هو، ولكن أدعو الله تبارك وتعالى أن يحذره في منامك، واجتهد في الدعاء والتضرع حتى تمسكه وتقتله، وهكذا يعود شره عليه وإن شاء الله يتركك. وكذلك بعد هذا لا يتجرأ أحد أن يعمل لك السحر، لأنهم حين يحاولون فسيشعرون أنه سيعود عليهم فيتركونك بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا هو يعني ما نفعله في الرقية، يعني لو يسحرنا أحد فلابد أن نجتهد في الدعاء وقيام الليل حتى نمسكه ونقتله في المنام، وبعد هذا لا يفعل لك أحد. وهكذا تتيقن أن أصحاب القرآن والإيمان هم أقوى من أولياء الشياطين، وإلا يعني عندنا القرآن وعندنا الدين والصلاة والدعاء، ولكن لا ندري كيف نستعملها، فيغلبنا أهل الباطل ونبقى يعني ضعفاء. وتسمع من الناس لا تعمل الرقية سيهاجمك الجن ويهاجمك السحرة وتقع لك المشاكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف من يعبد الله يخاف من الذي يعبد الشيطان؟ إذن ماذا تنفع عبادتك وإيمانك وقرآنك وأنت في هذا الحال؟ الله المستعان. فهذه أول كيفية للتغلب على الجن لما يهاجمون في المنام. والطريقة الثانية عند الكابوس، أنت نائم ويأتي شيء يضغط عليك، الجاثوم أو الكابوس، شيء يضغط عليك فلا تستطيع أن تتحرك ولا تستطيع أن تتكلم، ومرات حتى لا تستطيع أن تتنفس. فماذا عليك أن تفعل؟ فأول شيء تمسكه. كيف تمسكه وأنت يعني وأنت مشلول؟ فتقبض على يديك، تقبض على يديك ولو قليلا ما استطعت، بنية الإمساك عليه، القبض عليه، ثم تبدأ القراءة في ذهنك. ما دام لسانك مربوط اترك اللسان، لا تحتاج أن تتصارع أو تنادي أمك أو زوجتك أو أحد، بل ابقى هادي ولا تخف، لأن يعني ولو أنك لا تفعل شيء فالجن لا يقدر أن يعمل لك شيء. ولو مثلا جاءك الجاثوم وشعرت بالشلل في المنام وعلمت أنه جن، ولو تقول خلاص أنا تعبان، يعني يفعل ما تريد، أنا نائم بس، ما يهمني ماذا تفعل، وتستمر في النوم ولا يهمك، فلن يفعلك شيء، يعني يشللك وقتا ما ثم يذهب وينتهي الأمر. يعني فليس أنت لست في خطر حتى تفزع، لأنه لا يمكن أن يقع لك شيء. ولهذا ابقى هادي واقبض عليه ثم تبدأ القراءة في ذهنك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، حتى ينطلق لسانك. فإذا وتواصل في القراءة بالجهر وتبقى قابض على يديك حتى لا تتركه يذهب، وتقرأ تقرأ حتى يموت أو ربما يفر، على كل حال تقرأ حتى ينتهي الأمر، فهو إما مات وإما تمكن من الفرار. فولو فر إن شاء الله لن يعود أبدا بعد هذه التجربة. فهذه هي الطريقة الثانية للتغلب على الجن. والطريقة الثالثة لما يظهر الجن، نحن لا نرى الجن في صورته كما هو، كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولكن يقع أن يتشخص الجن، يتشكل في شكل إنسان أو حيوان حي أو كلب أو قط أو عصفور أو شيء نراه. فلو وقع ذلك، ترى شيء غريب حي أو يعني في البيت مثلا، أو أنت يعني في الطريق في مكان خالي وترى إنسان، طفل أو امرأة أو شيخ في الطريق في الليل في الظلام، وتقول من أين، كيف يمكن أن يكون هذا؟ على كل حال ترى إنسان أو حيوان يعني غريب، وتتفكر ربما يكون هذا من الجن، فماذا عليك أن تفعل؟ فعليك أن تنظر إليه، تدقق فيه النظر ولا تتركه، لأن الجن لا يستطيع أن يظهر أو يختفي
وأنت تنظر إليه. لا يمكن أن تنظر في مكان خالي ويخرج الجن أمامك، ولكن إذا اشتغلت يعني بشيء آخر ثم تلتفت وتجد أمامك قط أو حية أو عصفور ولا تدري من أين جاء. وكذلك إذا حضر فلا يمكن أن يختفي وأنت تنظر إليه، ولكن تقول سآتي بالسكين أو عصا وتلتفت ثم لا تجده. فهكذا، فلو ظهر لك هذا الأمر الغريب فانظر إليه ولا تتركه بعينيك، فأنت قبضت عليه فقط ببصرك. وتقرأ آية الكرسي بالجهر، لأنه لابد أن يسمع حتى يتأثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان لما تؤذن يفر الشيطان حتى لا يسمع صوت النداء، ما دام يسمع الأذان فهو يتأذى منه فيفر إلى حيث لا يصل الصوت. فهكذا يعني لو ترى تنظر إليه وتقرأ بالجهر ولا تتركه، فتقرأ حتى يموت إذا كان الشيطان أو جن يعني ظالم أو معتدي، فسيموت بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا لا تحتاج أن تقفز من النافذة أو أن تعمل حادث بسيارتك، بل انظر إليه وقرأ 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 حتى ينتهي أمره. فهذه الطريقة الثالثة في التغلب على الجن. والطريقة الرابعة هي عند الصرع، عندما يسقط الإنسان يلبسه الجن ويتخبط ويتكلم الجن، فماذا نفعل؟ فنقبض على الإنسان ونضرب على رأسه هكذا كما نضرب على الطاولة، وتقرأ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تضرب، فهذا سيكسر رأس الجن ويحرقه حتى يفر ويستيقظ الإنسان. فإذا وقع هذا لكم فيكفي هذا الأمر. مثلا يعني فيه بعض المدارس تسقط فيه البنات بالعشرات وتكون فوضى كبيرة، فماذا أمر هذه المدارس؟ الجن يهاجمون على المدرسة حتى يضطر المسؤولين إلى القرابين، يعني الجن يهاجمون المدرسة عن طريق البنات التي هي مصابات بالسحر والجن، فيأتي جن آخرون يهاجمون عن طريق هذه الفتيات فيحدثون هذه البلبلة حتى يعني يكون الفزع وتتعطل الدروس، فيذهب الناس يعني المسؤولين عند من يعرف أمور الجن، وغالبا هم مشركون، فيخبرونهم أن هذا الجن يسكنون هنا قبلكم، أخذتم مكانهم أو بسبب كذا وكذا، فهم يريدون يعني طعام، فيريدون ثور أسود وكذا وكذا وكذا، وهو في الحقيقة فقط الجن يريدون أن نعبدهم وأن يدخلوا الناس في الشرك، فهذا مقصودهم. فلو لما يقع هذا نقبض على البنات نضرب رؤوسهن ونقرأ الشهادة حتى يفروا، فمرة بعد مرة سييأس الجن من نتيجة يعني هذا الهجوم، إذ يتضررون يعني بهذا الضرب والقراءة ولا يحصلون على أي فائدة، بل المسلمون يزداد إيمانهم لما يرون كيف انتصروا على الجن بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهكذا سيتركون الأمر. فهكذا يعني مثلا إذا وقع الصرع فأمسكوا الإنسان اضربوا على رأسه، لو كان جزء آخر يتحرك من جسمه مثلا يده تتحرك أو رجله فتضربوا يعني في ذلك المكان وتقرأوا الشهادة، ولو قرأتم غير ذلك فطبعا كله مفيد، ولكن الشهادة أسهل شيء وكذلك كافية حتى يذهب الجن. أما نحن فماذا سنفعل؟ لما يستيقظ الإنسان نقول له الآن سنطلب من الله أن يحذر هذا الجن حتى ننتهي من أمره ولا نتركه يلعب بنا، كل مرة يأتي وكل مرة يمشي، فنقرأ أينما تكون يأتي بكم الله جميعا حتى يعود الجن في المريض. والآن انعكست الصورة، عوض أن يكون الجن الذي ملك المريض صار المريض الذي ملك الجن، لأننا أحضرناه بقدرة الله وبكلام الله تبارك وتعالى. ويعني ف
فالظاهر أن الجن في المريض يتحرك كأن المريض ملبوس ومصروع، ولكن الجن هو الذي قبضنا عليه. والآن سنضرب على رأسه ونقرأ الشهادة، ولا يستطيع أن يفر كالمرة الأولى، ولكن نواصل حتى إما أن يسلم أو يموت، ولا يكون حل ثالث. وهكذا اكتشفنا قضية خطف الجن، أن من كان يسرع فبعد أن يذهب الجن يبقى منفذ بينه وبين عالم الجن، فيمكن أن نحذرهم بإذن الله بأن نطلب من الله ونقرأ أينما تكونوا، فإذا حضروا فيكون لنا أسرى، ونقرأ حتى يموت، فنقرأ حتى يسلم بإذن الله تبارك وتعالى. وما دام لم يسلم فهو سيتعذب حتى يرى الموت، وغالبا لما يرى الموت فسيقبل الإسلام. فهذه الطريقة الرابعة للتغلب على الجن. وقبل أن أبين الطريقة الخامسة سألمح إلى قصة أبي هريرة رضي الله عنه، لما كان يحفظ زكاة رمضان، وجاء الشيطان ليسرق الزكاة، وثلاث ليالي وفي شكل إنسان، وأبو هريرة يمسكه وهو يطلب منه المسامحة فيعفو عنه ويتركه أبو هريرة. وفي الصباح يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، فحتى ثالث ليلة فالشيطان هذا أخبره بآية الكرسي حتى تحفظ من الشيطان، والله يوكل لك ملك يحفظك كل الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فماذا أريد من هذه القصة؟ لما قبض أبو هريرة على ذلك الشيطان في شكل إنسان وهو يتودد إليه ويطلب منه أن يتركه حتى أعطى السر ليحفظ الإنسان من الشيطان، وهو قراءة آية الكرسي قبل النوم، فلماذا هذا الشيطان لما قبض عليه أبو هريرة لم يتحول إلى جن في شكله الأصلي فيختفي عن الأنظار ولا يستطيع أحد أن يمسكه؟ لماذا لم يعد إلى شكله الطبيعي ويختفي ويذهب؟ لأنه لما جاء في عالمنا في شكل إنسان أو حيوان أو في أي شكل بأي كيفية دخل إلى عالمنا حتى صرنا نراه أو نمسه أو نسمعه، يصير الآن معرض للأذى في هذا الشكل. فهكذا لما قبض عليه أبو هريرة لا يستطيع أن يفر، فكان يمكن أن يربطه، كان يمكن أن يحذره، كان يمكن أن يقتله، أن يذبحه، يفعل به ما يشاء. فهذا هو السر في التغلب على الجن، أن الجن إذا حضر في عالمنا بأي شكل من الأشكال فيمكن أن نتغلب عليه. وهذا الذي أوصلنا إلى اكتشاف الخطف، لأن الجن صرعوا الناس كثيرا ومرارا، فتعلمنا أن نقلب هذا الوضع، فالإنسان الذي كان يسرع صار هو يخطف الجن بإذن الله تبارك وتعالى وبالقرآن. والطريقة الخامسة في التغلب على الجن هي الطريقة العقلية. الطريقة العقلية يعني ماذا؟ يعني أحيانا يكون جن يؤثر في حياتك وليس لك وسيلة حتى تراه، لا تراه لا يحضر حتى تقبضه، ولكن تشعر في حياتك بتأثير الجن. مثلا تسمع أصوات في البيت، أو مثلا كان والديك أو كنت أنت تعبد شيء من الأوثان أو من الأنهار أو من أشياء وانقطعت، فتشعر أن هؤلاء الجن غضبانين ويهاجمونك حتى يردوك إلى عبادتهم. أو مثلا ترى في المنام الأحلام الجنسية. فسنأخذ هذا المثال، فإذا رأيت هذا في المنام ماذا تفعل؟ فقبل النوم ستكلم الجن الذي يأتيك في المنام. قبل النوم هذا هو أنسب وقت، لأن الجن يعيشون بالليل وينامون بالنهار، في طبيعتهم عكس الإنسان. ولكن بالضبط الوقت الذي ندخل إلى الفراش وننام هذا الوقت الذي يخرجون ليقضون شؤونهم، مثل الفئران أو البعوض أو بعض الحشرات، فتنتظر حتى تهدأ حركة الإنسان
حتى يخرجوا ليطلبوا طعامهم ويعيشوا حياتهم. فهذا الوقت الذي يحضر فيه الجن، فلما تريد أن تنام فتتوجه إليه، تقول أنت الجن الذي يأتيني في المنام، عرفتك، تعال اسمع. فلما تقول تعال أريد أن أكلمك، فلما تقول هذا الكلام هو سيضطر إلى الحضور، يضطر يعني رغما عنه سيحضر. لماذا؟ يعني مثلا لو نحن نتحدث وإنسان يصلي فسيقلقه الحديث ولكن يحاول أن يركز في الصلاة، ولكن إذا كان يصلي وأنا أقول له إيه فلان لماذا تصلي الآن، هذا ليس وقت الصلاة، وكيف جعلت يديك، ليس هذا هو الطريقة الصحيحة. فلما أنا أخاطبه في الصلاة فلا يستطيع أن يركز في صلاته، بل كأنني أخذت ذهنه وتوجهه، فهو يعني مضطر أن يسمع كلامي. فهكذا الجن لما تخاطبه فيضطر أن يتوجه إليك وأن يسمعك، ولكن الجن يعني مثل قطعة واحدة ليس فيه جسم ويعني فكر وروح، بل هو شيء واحد، فلما تناديه يحضر رغما عنه. فتقول هذا الكلام، ثم إذا كان الجن العاشق تقرأ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذا في سورة الروم الآية 21. فتقرأها، فهذه الآية في القرآن التي تدل أن الزواج بين الإنسان والجن لا يعني لا ينفع، بل الله جعل لكل جنس لكل نوع يعني أزواج ذكور وإناث من جنسه حتى يجد معهم السعادة والسكينة. فتقرأ هذه الآية تقريب 30 مرة إن شاء الله سيريه الله تبارك وتعالى أن هذه العلاقة مع البشر لا تنفع، وأن فيه يعني من الجنيات ومن الجن يعني من هو أصلح له فيتركك بإذن الله تبارك وتعالى. فتقرأه 30 مرة ثم تقول في الأخير الآن لو رأيتك في المنام سأقتلك، وتنام إن شاء الله بهذه العزيمة، فسينتهي ذلك الأمر إن شاء الله. فهذا مثال إذا كان جن عاشق، إذا كان جن يعبده الأجداد أو عبدته أنت قبل إسلامك، فتقول أنتم الجن الذين تريدون أن نعبدكم تعالوا أريد أن أكلمكم، ثم تقرأ شيء أبسط شيء، مثلا تقرأ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو إن الدين عند الله الإسلام، أو بس تكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله مدة 5 دقائق أو 10 دقائق، فإن شاء الله سيقتنعون ويدخلون الإسلام ويتركونك. فهذه هي الطريقة الخامسة للتغلب على الجن، والله تبارك وتعالى المستعان والموفق لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Website Syekh Abdul Rauf bin Halimah ada di www.benhalimahabdurrauf.fr. Silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Mari kita tutup dengan doa kafara majelis. Agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.